مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجة من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. تعليق القداسات والأنشطة الخدمية بكنائس القاهرة والإسكندرية. تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بإبراشية طما بسوهاج. والأنبا يوسف يرسم شمامسة ويدشن أيقونات بتكساس. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا يوم السبت الماضي أعلنت فيه تعليق خدمات مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية، إلى جانب تعليق خدمة القداسات على أن تقتصر على الآباء الكهنة قداس واحد فقط أسبوعيا بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر. وأشارت الكنيسة إلى أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبا للتجمعات حماية لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية بالقاهرة والإسكندرية. كما تقرر تعليق سهرات كياهك والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن. كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع. ولفت بيان الكنيسة إلى أن الافتقاد سيقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميروم بحضور أسرة المعمد فقط 4 أفراد. كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%، ويلتزم الآباء الكهنة والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة. وبالنسبة لإبراشيات الكرازة المرقسية، فيقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إبراشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإبراشية. ومن جانبها، قررت إبراشية حلوان والمعصرة تطبيق قرارات الكنيسة القبطية والخاصة بتعليق القداسات وكافة الأنشطة والخدمات، نظرا لتزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب بسبب فيروس كورونا. أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عن اقتصار الاحتفال بتذكار نياحة الراهب يوستوس الأنطوني يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الجاري على الآباء رهبان الدير، مع الاعتذار عن استقبال الضيوف بسبب انتشار فيروس كورونا. أكدت إبراشية الزقازيق ومنيا القمح استمرار إقامة القداسات بكنائس الإبراشية في مواعيدها المعتادة، على أن يكون الحضور بالتسجيل. كذلك تعليق خدمة التربية الكنسية وإلغاء سهرات كياهك فيما بعد منتصف الليل، على أن تقتصر على الفترة من 6 وحتى 9 مساء، ويكون الحضور بنظام التسجيل. وأكدت الإبراشية في بيانها على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة حرصا على سلامة الجميع. أعلنت مطرانية الفيوم عن تعليق الزيارات لدير القديس الأنبا إبراهام بالعزب ودير رئيس الملائكة جليل غبريال بجبل النقلون والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان. كما قررت المطرانية اقتصار خدمة القداسات على 3 أيام فقط، مع تسجيل الحضور مسبقا وتعليق التسبحة الكياهكية، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، على أن يتم العمل بها من يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر.
أكدت إيبارشية السادس من أكتوبر وأوسيم إيقاف صلوات القداسة الإلهية أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع الحضور في الأيام المقررة بالتسجيل مسبقا وبنسبة 25% من إجمالي المقاعد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. كما أعلنت عن العمل بالمعاهد الكنسية التابعة للإيبارشية بنظام الأونلاين لحين تحسن الأوضاع. عقد قداسة البابا المعظم الأنبط وادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية مساء يوم الأربعاء الماضي اللقاء الأسبوعي لقداسته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون شعب، وجاءت عظة قداسة البابا تحت عنوان لا تكن مغرورا. نتابع. النهاردة المرة الثالثة هتكلم وياكم لا تكن مغرورا، على اعتبار المرة القادمة إذا أراد ربنا وعشنا هنتكلم لا تكن صغير النفس، لأن الموضوعين دول مرتبطين ببعض، لا تكن مغرورا ولا تكن صغير النفس. واتكلمت وياكم قبل كده عن أن هذه الحكمة حكمة بالغة، وزي ما قلت أكثر من 150 آية بتبتدي بلا الناهية، والحقيقة بتقدم لنا معرفة واسعة في السلوك. وأنا قصدت بالسلسلة دهيت أن وإحنا في نهاية السنة يبتدي كل واحد فينا يراجع نفسه، فزي ما قلت لك ابتديت لا تكن قاسيا، ونمرة 2 لا تكن صرصارا، ونمرة 3 النهاردة لا تكن مغرورا. ودي الهدف منها أساسا أنك تراجع حياتك وإحنا في نهاية السنة، ولما تقابل أب اعترافك تقدر تقعد وياه وتراجع بعض الضعفات اللي تكون ظهرت عنك أو في حياتك أو في سلوكك بصفة عامة. لا تكن مغرورا. طبعا كلمة الغرور وكلمة الكبرياء كلمة غير مقبولة وكلمة ممقوتة في حياتنا كبشر، و الكبرياء أو الغرور في كمان الغطرسة، إن إنسان يبقى شايف نفسه، وهو مش شايف نفسه بس، هو شايف نفسه إن هو أحسن من الآخرين بأي صورة من الصور، زي ما في الكتاب المقدس بيقول لنا سواء بكلامه أو بجبروته بقوته يعني أو بغناه أو بأي حاجة بيفتخر بيها. ورؤية الإنسان إن هو أفضل صورة من الآخرين هي بداية السقوط في خطايا الغرور وخطايا الكبرياء. طبعا لازم نبقى عارفين أن الغرور أو الكبرياء ما هوش الثقة بالنفس. الثقة بالنفس دي فضيلة ممدوحة، وهكلمكم الأسبوع الجاي عن لا تكن صغير النفس عكسها يعني. لكن الغرور هنا أن بيشوف نفسه، لا يرى نقائصه، لا يرى زلاته، لا يرى خطاياه، لا يرى سقطاته، هو إنسان شايف نفسه أنه هو الصح في أي حاجة هو بيعملها، ودايما يرى نفسه في مرآة المدح، مدح الذات، مش الآخرين بيمدحوه بس، ده هو كمان بيمدح ذاته، وهنا يكون وقع في فخ كبير اسمه فخ الغرور أو فخ الكبرياء. ومن أكثر الحاجات اللي بتكشف الإنسان اللي بهذه الصورة، الإنسان الذي تلاقي في كلامه كده دايما يقول كلمة أنا، إنجازاتي، عملت، خليت، حياتي، يتكلم عن نفسه كثيرا جدا. دي من ناحية. من ناحية أخرى هو شخص بيحب مديح الآخرين، يحب أي حد يقابله يمدحه يكلمه مديح الآخرين، و طبعا بيحب الظهور أمام الآخرين وأمام الآخرين أمام أي مجتمع، وفي كده دايما يتباهى بأنه بطل، وبطل في أي مجال أنه اشتغل فيه. كل دي أفكار لازم نحطها قدام الشخص اللي لا تكن مغرورا. وعايز أقرأ لك الآية اللي بيقولها يشوع ابن سراخ اللي بتوضح الكلام ده. في الإصحاح الأول يقول لا تترفع لألا تسقط فتجلب على نفسك الهوان،
ويكشف الرب خفاياك ويسرعك في المجمع. استقبل قداسة البابات ودروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة يوم الخميس الماضي الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. دار اللقاء حول تشجيع الشباب المصري من الباحثين والمخترعين عن طريق وسائل متعددة كالمسابقات والمقابلات التلفزيونية مع رجال الأعمال والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني يوم الاثنين الماضي ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد المسيحي العالمي للطلبة لإقليم الشرق الأوسط والدكتور بولا رأفت رئيس اللجنة المسكونية بمصر وموسى مهنا رئيس اللجنة الإقليمية الأسبق لإقليم الشرق الأوسط، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث تناول اللقاء أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني أمس الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس مدينة السلام والحرفيين والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر. دشن نيافة الحبر الجليل الأنبا إسحاق أسقف طمة يوم السبت الماضي كنيسة الشهيد العظيم أرجرجس الروماني بعزبة الصباغ بطمة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 35 شماسا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبسلطس. نتابع. تم توسيع الكنيسة في 2011، واليوم ده المبارك اللي ربنا هذا هو اليوم الذي صنعه رب، فلنفرح ولنبتهج معا في رحلة بقدوم صاحب النيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا إسحاق. ومن ساعة ما سيدنا الأنبا إسحاق نزل طمة دايما بيفرح أولاده وبيفرح الكنائس وبيفرح الأباء الكهنة، وبنحس فيه بالراعي الصالح. احنا نشكر ربنا النهاردة، ده يوم مفرح جدا ويوم يعني منتظرينه من عشرات السنين، اللي احنا اتولدنا في الكنيسة وتعمدنا فيها وتعلمنا الخدمة في هذه الكنيسة المباركة. الكنيسة لها تاريخ جميل قوي معنا، وليها رب أجيال وخرجت ناس كتير قوي، رهبان وأبونا الأسقف الأنبا سؤدوسيوس خارج منها، وكهنة كتير قوي كام كاهن خارجين من الكنيسة. كلنا فرح كبير يعني، مستنين موضوع التدشين ده من زمان، والكنيسة يعني تعني لنا حاجات كبيرة قوي ومتربيين فيها من زمان، ويعني حاجات حلوة يعني الكنيسة دشنت، بناخد بركة من الأيقونات المدشنة والمسبح ونصلي في الكنيسة على طول، وفرحة كبيرة يعني بحضور سيدنا النهاردة باركنا. احنا مبسوطين جدا النهاردة، واحنا مستنين اليوم ده من فترة، مبسوطين جدا ولنا كام يوم بنجهز الكنيسة بجد، بنجهز من قلوبنا فعلا وفرحانين ومبسوطين، ونشكر ربنا بقى وربنا يعمر. نشكر سيدنا الأنبا إسحاق على اليوم ده وعلى تدشينه لينا والرسامة. نشكر ربنا إفرايم، هو اللي عمر الكنيسة وهو اللي تعب معانا في كل خطوة. نشكر كل الناس اللي تعبت بجد، يوم كان رائع أكتر من رائع كمان بجد، حسينا بفرحة والأنبا إسحاق فرحنا، فرح الشعب وفرح الشمامسة.
دشنان يافة الحبر الجليل الأنبا إسحاق أسقف طمة يوم الثلاثاء الماضي المذبح البحري والمعمودية المقدسة بكنيسة القديسين بقرية كوم غريب التابعة لإبراشية طمة، كما قام نيافته خلال القداسة الإلهية برسامة 180 شماسا من أبناء الكنيسة في رتبة إبسالطس. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة يوم الثلاثاء الماضي القداسة الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمهندسين، وعقب صلاة الصلح قام نيافته بترقية 4 من كهنة الإيبارشية إلى رتبة القموسية. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميد غمر ودقدوس وبلاد الشرقية يوم الثلاثاء الماضي القداسة الإلهي مع الأباء كهنة الإبراشية، حيث قام نيافته بترقية 4 كهنة إلى رتبة القموسية. وعقب القداس اجتمع نيافته بالأباء كهنة الإبراشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإبراشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. قام نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد أمس الأربعاء برسامة كاهن عام للخدمة بالإبراشية، وذلك بكنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة الخرجة بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا بموا أسقف السويس. شهد دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي الدير الأحمر بالجبل الغربي بسوهاج صلوات رهبنة 2 من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهبني المقررة، وكذلك سيامة 3 من رهبان الدير في درجة القسيسية، وذلك يوم الخميس الماضي ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم عقب انتهاء صلوات الرهبنة. شارك في الصلوات نيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط والمشرف على الدير وعدد من الأساقفة والرهبان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. نتابع. Amen.
صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إسحاق أسقف طما يوم الجمعة الماضي القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، وذلك بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة الذين قدموا التهنئة بالعيد الثاني لتجليس نيافته أسقفا على كرسي طما. وفي السياق ذاته وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 34 شماسا في رتبة الأبسالطس للخدمة بالكنيسة. قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوم أسقف سوهاج والمنشا والمراغة يوم السبت الماضي برسامة شماسا في رتبة إبذياكن و34 شماسا جديدا للخدمة بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس البابا كيرولوس السادس بناجعيس التابع لمركز المنشا. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس موتران صملوت يوم الأحد الماضي القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ستة شمامسة في درجة دياكون للخدمة بكنائس الإيباراشية. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليماندوس الأسقف العام لعزبة الهجانة والماضة وزهراء مدينة نصر يوم الجمعة الماضي قداس عيد استشهاد القديس العظيم أبي سيفين بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بالهجانة. خلال القداس قام نيافته برسامة 97 شماسا برتبة إبسالطس بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة. احتفلت كنيسة الشهيد العظيم فلوباتير مرقريوس بمصر القديمة الخميس الماضي بعشية عيد استشهاد شفيعها. صلى رفع بخور العشية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، وتم خلال العشية تطيب الرفات المقدسة ثم الدورة بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة. نتابع. تعالوا نتهلل بالألحان ونرتل للفادي الديان في عيد الشهيد بطل الإيمان في لوباتير مرقوريوس. يا إلهنا نهدي لك المديح في قديسك شهيد المسيح محب لك إيمان صحيح في لوباتير مرقوريوس. بالبركة شملنا يوم عيدك بالنعمة ثبت أولادك نلت الأكاليل أكملت جهادك في لوباتير مرقوريوس. أبو سيف بطل صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية رفع بخور عشية عيد استشهاد القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، وذلك يوم الخميس الثالث من ديسمبر الجاري بكنيسته الأثرية بمصر القديمة. خلال الاحتفال قام نيافته بتطيب رفات الشهيد وسط فرحة كبيرة من الشعب القبطي وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة. كنيسة قديمة من القرون الأولى، وبنيجي هنا متعودين لأن هذا الرفات المقدس هو رفات اللي موجود بنحتفل بمجيئه إلى مصر القديمة العيد اللي هو بيكون في يونيو، ولمجيئه لهذه الكنيسة المقدسة. أيها الأحبة، الفصل اللي بيتقري علينا في عشية استشهاد أبو سيفين من إنجيل معلمنا متى إصحاح 8، وفصل جميل جدا الحقيقة لما فيه من تعليم مهما سمعناه مرات ومرات مرات نبقى مشتاقين إن إحنا نسمعه تاني ونتمتع بالتعليم اللي فيه. أستاذ هايل جدا موجود في هذا الفصل وهو قائد المئة. قائد المئة كان أممي وما كانش من اليهود، وكان
الرومان يقسموا الشغل في الخدمة بتاعتهم، بالذات في البلاد الكبيرة ميات، يعني يبقى واحد مسؤول عن مية، والبلد دي كانت كفر نحوم، وكفر نحوم دي بلد كبيرة من بلاد الجليل، فكان فيها مئات. أحد قادة المئات هذا القائد اللي هو بيتكلم عنه النهاردة، قائد مئة. الشهيد أبي سيفين ولد بمدينة روميا ونال إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح في 25 من شهر هاتور عام 250 ميلادية. من الجدير بالذكر أن كنيسة الشهيد ميركوريوس بمصر القديمة تعتبر واحدة من أهم الكنائس الأثرية بمصر القديمة، حيث يرجع تاريخها للقرن الخامس الميلادي، وكانت مقراً للكرسي البابوي من منتصف القرن الحادي عشر وحتى أوائل القرن الرابع عشر. ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان يوم الأحد الماضي كلمة للشعب في إطار عدة الأحد الأسبوعية والتي تضيعها عدد من القنوات الفضائية، وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كان قداسة البابا طوادروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد. نظمت مدرسة المبدعين التابعة لأسقفية الشباب خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين ورش عمل للتصوير الزيتي والابتكارات الهندسية وتصميم الأزياء، وذلك ضمن مجموعة من ورش عمل تنظمها الأسقفية لأبنائها في مختلف المراحل بصفة دورية. تابعنا هذه الورش وأعددنا التقرير التالي. تستكمل مدرسة المبدعين التابعة لأسقفية الشباب نشاطها في دعم الفنون المختلفة وتربية أبنائها وتشجيعهم على تنمية المواهب بداخلهم، ونظمت في هذا الشأن ثلاث ورش عمل مكثفة حول الرسم والتصوير الزيتي وتصميم الأزياء والابتكارات الهندسية. إزاي ناخد مقاسات الجسم؟ إزاي ياخد دالية أو أخده لحد؟ وبنتكلم عن البودي شيبس، ايه اشكال الجسم وايه اللي يليق عليا وايه اللي يخلي شكل جسمي اظبط. واخدنا عن الباترون، ازاي بقى انفذ، يعني بعد ما ارسم وازاي انفذ الباترون ده ويبقى حاجه موجوده يعني ملموسه والبس. الورشه دي احنا حاولنا ندمج فيها الكهرباء مع الكيمياء مع الفيزياء مع الالكترونيات، بحيث ان انا اخد الطفل أعلمه إزاي الكهرباء اتعملت، وبفكر طبعاً أفكار طبعاً مبسطة خالص، ووصل له كونسبت إزاي البطارية اتعملت، إزاي التيار الكهربي اتعمل، وبعدين أخده بعد كده على إزاي الإلكترونيات بتشتغل، إزاي الموبايل اللي في إيدك ده شغال، إيه المايكرو كنترول اللي جواه ده بيعمل إيه، وظيفته إيه. نحنا نتعلم إزاي الألوان تتحط على الباليتا، والنهاردة يعني هنبدأ إزاي نرسم منظر طبيعي. اخترت المنظر الطبيعي عشان نقدر نتجنن بالألوان ونقدر نشتغل براحتنا، يعني عشان يحاولوا يتعرفوا على الخيمة. أهم ما يميز هذه الورش هو الجانب التطبيقي الذي يقوم به المشتركون، حيث يرسم المشارك بنفسه لوحته وينفذ الطفل الدائرة الكهربية الخاصة به، كما تتدرب مصممة الأزياء على هذا الفن بشكل عملي. ما بقاش حد ينفع يلبس أي حاجة ويخرج بيها، لا أنا محتاجة أعرف جسمي شكله إيه وإيه اللي يمشي معايا ويناسبني ويبين مظهري حتى بإمكانيات بسيطة بس يكون أفضل. هو صراحة أنا كنت محتار الأول، كنت ما بين الرسم والتصوير الزيتي، يعني أنا حابب أنا أتعلم حاجة جديدة، بس يمكن التصوير الزيتي اشتركت فيها لأن دي حاجة كان صعب إن أنا ألاقي حد يعلمني او ان انا الاقي كورسات على النت. انا حابه ان انا ابقى عارفه كل حاجه، وبالذات في الازياء لو يعني مثلا ابقى معتمد على نفسي اكتر، لو في حاجه عايزه اضيقها، لو في حاجه عايزه اقصرها، مش لازم ان انا اروح لحد. انا جيت بس اتعلمت حاجات اكتر من كده بكتير لغايه دلوقتي، ولسه الورشه ما خلصتش. اتعلمت، اخدت المقاسات على نفسي، عرفت شكل جسمي، عرفت ايه اللي يناسبني في اللبس وايه اللي ما يناسبنيش. انا بقى استفدت ان انا عرفت الكهرباء وازاي بتوصل بالالكترونات والحاجات دي كلها، الحاجات دي كنتش اعرفها. بس وعملنا الدائره الكهربائيه بالبورد، وكانت
تجربة جامدة، فيعني كانت حلوة جدا. يمكن متابعة ما تنفذه مدرسة المبدعين من ورش وفعاليات تنمي المواهب من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة على موقع فيسبوك. وتنظم هذه الورش بقاعات أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية. فريد إدوار، سي تي في. احتفلت مطرانية بورسعيد يوم الأحد الماضي بالعيد 44 لتأسيس الإيباراشية، حيث صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس مطران الإيباراشية القداس الإلهي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وعقب القداس عقد نيافته اجتماعا مع الأباء الكهنة وزوجاتهم والمكرسات بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة. كرم نيافة الحبر الجليل الأنبا إبراهام مطران الفيوم يوم الجمعة الماضي أبناء الكنيسة الأوائل والمتفوقين الحاصلين على الشهادة الإعدادية عددا من الطبيبات الحاصلات على درجات علمية مختلفة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مرمين العجائبي بالفيوم بحضور عدد من الأباء كهنة الإيباراشية والخدام مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. وخلال الاحتفال قام نيافته بتطيب 4 من رفات القديسين الموجودة بالكنيسة، وهم الشهيد مرمينة، الشهيد بشنونة، الشهيد صليب الجديد، إلى جانب شهداء الفيوم. استضاف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية خلال يومي السبت والأحد الماضيين مسرحية هذه ليلتي وحول علامات القيامة ونهاية العالم بحضور عدد كبير من المدعوين مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. نتابع. قدم فريق الاستيج المسرحي خلال يومي السبت والأحد الماضيين على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية العرض المسرحي هذه ليلتي، تأليف الشاعر مينا مجدي وإخراج المخرج المسرحي مينا فلوكس وبطولة 60 ممثل وممثلة. وتدور أحداث العرض حول يوم القيامة ونهاية العالم وظهور شخصية ضد المسيح، وذلك بحضور عدد من الأباء الكهنة والشخصيات العامة. العرض هو فكرته، يعني احنا طبعا لما بنيجي بنبص على علامات النهاية في الكتاب المقدس بنلاقيها كتير ومختلفة، لكن من اكثر العلامات غموضا وحيرة عند الناس وعند المفسرين هي ظهور شخصية ضد المسيح. مسرحية هذه ليلتي مسرحية بتتكلم عن علامات الاخيرة بشكل اجتماعي كوميدي نقدر نوصله للناس، وفي نفس الوقت جرس انذار بيقول للناس خدوا بالكم علشان الأيام قريبة جدا. احنا اشتغلنا على العرض تقريبا من 3 شهور، كنا تقريبا بننزل يوميا في الأسبوع، طلع مننا مجهود جبار ومن ممثلين مجهود جبار جدا جدا يعني، والحمد لله يعني العرض عجب الجمهور أول ليلة وتاني ليلة يعني. عاش الحضور لأول مرة على خشبة المسرح تجربة مختلفة ومميزة مليئة بالمغامرة والإثارة، كانت بمثابة رحلة للأيام الأخيرة لمشاهدة نهاية العالم وظهور المسيح الدجال والإجابة على العديد من التساؤلات حول شخص المسيح الدجال التي تحدث عنها سفر رؤيا يوحنا. كنت طالعة بدور كريستين العروسة، أن الفرح يوم فرح الأيام هتقوم. العرض فاجئني، كتابة مبهرة ما خرجتش عن الكتاب المقدس، بالعكس يفتحت عينينا كلنا على أساليب الشيطان في مع البشر وإزاي البشر بيتوه في مع أنه الأمور واضحة ومع هذا تايه ومش عارف مغير. يذكر أن آخر أعمال فريق الإستيج كانت مسرحية مملكة إبليس والتي تم عرضها على مسرح كنيسة الملاك ميخائيل بتوسن شبرا، كما سبق وقدم الفريق الكثير من الأعمال الناجحة مثل مسرحية أيام ابن الإنسان، مسرحية الباقية في حياتك، ومسرحية تلتة تالت. كامل يوسف، سي تي في.
رقد في الرب يوم السبت الماضي القمص مرقس كمال كاهن كنيسة الشهيد العظيم مرقس الرسول بمصر الجديدة عن عمر قارب 70 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 34 سنة. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي أخبار المهجر، تابعونا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية صلاة القداس الإلهي يوم الأحد الماضي بكنيسة الشهيد العظيم مرمين العجائبي بولاية تكساس. وخلال القداس قام نيافته برسامة شمامسة وتدشين أيقونات الكنيسة. نتابع. ترأس نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة صلاة القداس الإلهي يوم الأحد الماضي بكنيسة الشهيد العظيم مارمين العجائبي في فورت وورث بولاية تكساس، حيث قام نيافته بصيامة شمامسة وتدشين أيقونات الكنيسة. النهاردة كمان كان يوم مفرح لأن احنا دشنا الأيقونات في الكنيسة، والأيقونات دي فكرتها موجودة من العهد القديم لما ربنا في خيمة الاجتماع طلب من موسى أن يكون في صور للكروبيم على الحجاب. والأيقونة بتعتبر نافذة للسماء، علشان كده في التقليد الأرثوذكسي ما بنقولش واحد بيرسم أيقونة، إنما بيقول بيكتب أيقونة، لأنك بتنظر إلى الأيقونة وبترى فيها دروس تقدر تقراها. وحتى في طريقة فن الأيقونة مثلا العينين الواسعة ترمز إلى البصيرة وهكذا، فإن يكون في أيقونات متحاطة بينا والواحد بيبص عليها كده ويفتكر القديسين دولت جاهدوا إزاي في حياتهم، زي ما معلمنا بولس الرسول في عبرانيين بيقول فإذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا فلنحاضر في الجهاد الموضوع أمامنا بالصبر. أيضا هنا مثلا من الدروس الجميلة حاطين الأيقونات بتاعة أحد الصوم الكبير، فبرضه دي حاجة لذيذة إن الواحد دايما، لأن الصوم الكبير دي رحلة، وأنا داخل الكنيسة كده بتصور وبفكر في الرحلة إلى حضن الآب زي ما الصوم الكبير بيشرح لنا. وفي سياق آخر اصطحب نيافة الأنبا يوسف نيافة الحبر الجليل الأنبا جريجوري الأسقف العام لإبرشية جنوبي الولايات المتحدة في افتتاح مبنى الأنبا أنطونيوس بكنيسة الشهيد في لوباتير ميركوريوس بريتشاردسون بولاية تكساس. رقد في الرب يوم الاثنين الماضي القمص سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. الجدير بالذكر أن القمص سيداروس عبد المسيح نال بركة الخدمة في عدد من المناصب الكنسية، فكان مدرسا بالكليات الإكليريكية ووكيلا لمطرانية شبين الكوم بالمنوفية لزمن طويل قبل انتقاله للخدمة بالمهجر في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. وللقمص الراحل إسهامات بحثية هامة زخرت بها المكتبة القبطية في شكل مئات الكتب والأبحاث في العلوم العقائدية واللاهوتية والتفسيرية والتأملية، بجانب عدة سلاسل لكتابات قصصية مسيحية، هذا بخلاف ساعات البث المرئي والصوتي الكثيرة التي سجلت للعالم اللاهوتي الراحل. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي أخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا الصحفية من موقع المصري اليوم، ونقرأ يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر الجاري تحت عنوان الكنيسة الأرثوذكسية فقدنا 16 كاهنا منذ بداية جائحة كورونا بينهم 5 خلال يومين.
قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية أن الكنيسة فقدت عددا كبيرا من الإكليروس الأباء الكهنة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في مصر وحتى الآن. وأضاف القس بولس في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن فيروس كورونا حصد أرواح 16 أب كاهن حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بينهم 5 أباء كهنة خلال يومين. وأكد المتحدث الرسمي على جميع المصريين ضرورة الاحتياط لأنفسهم جيدا واتباع التعليمات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن مصر دخلت الموجة الثانية من الفيروس، ما يتطلب اتخاذ احتياطات شخصية وإجراءات أكثر شدة لمحاصرة الفيروس وعدم انتقال العدوى بين المواطنين. ومن موقع اليوم السابع نقرأ يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر تحت عنوان البابا تودروس يبحث مع وفد طبي تفاصيل مشروع كيمي الخاص بالكنيسة. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة وفدا طبيا من المتخصصين في عدد من المجالات الطبية وتقديم الاستشارات، حيث تم خلال اللقاء بحث بعض الأمور الخاصة بمشروع كيمي وهو المركز الطبي الجاري إنشاؤه في مدينة العبور، حيث وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من العام الماضي. مشاهدينا، إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. تعليق القداسات والأنشطة الخدمية بكنائس القاهرة والإسكندرية. تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس بإبرشية طمة بسوهاج. والأنبا يوسف يرسم شمامسة ويدشن أيقونات بتكساس. ختاما مشاهدينا، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.